مع اقتراب الموعد الانتخابي، حملات تحسيسية ولقاءات تفاعلية بادر بها المرصد الوطني للمجتمع المدني في عديد الولايات للرفع من مستوى الوعي والتثقيف الانتخابي لدى المواطنين لبلوغ مشاركة فعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ما يفوق 15 ألف مشارك في هذه اللقاءات اللي قام بها المرصد في بمقاربة جديدة. انطلقنا من مدينة أقبو في ولاية بجاية في ملعب أقبو بما يفوق 23 موضوع خاص، موضوع خاص بالمجتمع المدني، وكان حوار مربوط بمحتوى يوميات المواطن في علاقته مع المواعيد الانتخابية. هذا العمل عملناه في ولاية بجاية في مدينة أقبو، وانتقلنا به إلى ولاية البليدة وولاية وهران، وانتقلنا به إلى باتنا، إلى تندوف، إلى ولاية تندوف، إلى تيمياوين، إلى عديد من الولايات. مساعي المرصد الوطني للمجتمع المدني لتعزيز المشاركة الديمقراطية وتكريس مبادئها في المجتمع المدني عكسها العمل الجواري وسلسلة اللقاءات الولائية الرامية للتقرب من المواطنين ومختلف أطياف المجتمع وتحفيزهم على ممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي. المجتمع المدني سيواصل هذا العمل يقينا أنه سيركز أكثر على العمل الجواري، على الالتصاق بالمواطن وإقناعه ضرورة المشاركة في هذه الانتخابات من خلال التصويت، وضروري أيضا أننا نركز على أدوات أخرى على غرار وسائل التواصل الاجتماعي. فسنواصل عملنا إن شاء الله طالما أن الخريطة تاع المرشحين الآن أصبحت انطلقت وبانت، فإحنا أيضا كمجتمع مدني سنواصل عملنا التثقيفي والتحسيسي والتوعوي حول يعني أهمية مشاركة المواطنين. المجتمع المدني باعتباره شريكا فعالا في العملية الانتخابية يعول عليه لدعم الاستقرار وإنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تعد محطة حاسمة في مسار تنمية البلاد.